الثلاثاء 25 يوليو، أهلا بكم في عدد جديد من اقتصاد بلس. وتتابعون معنا اليوم: التايب ينفي قطعا اللجوء لطرح الأحمال ويؤكد وجود فائض في إنتاج شركة الكهرباء، تكليف وحدات عسكرية بحراسة مصفاة الزاوية، ودبيبة يؤكد ارتفاع نسبة قبول طلبات الليبيين للتأشيرة الأوروبية إلى نحو 75%. التفاصيل تتابعونها معنا اليوم في اقتصاد بلاس، والبداية تكون مع جولة إخبارية في صحيفة صدى الاقتصادية في صدى الأخبار. في صدى الأخبار تنضم إلينا مباشرة الزميلة نسرين سليمان. نسرين، مساء الخير. مساء النور وفاء، ونرحب بجميع المشاهدين الكرام اللي تابعوا برنامج اقتصاد بلس. أهلا بك. إذا بداية نسرين، كشف وزير العمل والتأهيل والخدمة المدنية علي العابد في تصريح لكم عن تفاصيل ملتقى الحوكمة الرشيدة، لو تقدمي لنا تفاصيل هذا التصريح. بالفعل، كشف وزير العمل والتأهيل والخدمة المدنية في تصريح خاص بصحيفة صدى الاقتصادية أن ملتقى الحوكمة الرشيدة يتحدث عن ترسيخ فكرة الحوكمة الرشيدة وتنظيم الإدارة والإصلاح الإداري. وطبعا تبع بالقول أن من المعروف أن جهاز الدولة مترهل بأعداد كبيرة من الموظفين من خلال الحوكمة الرشيدة، يتم التحويل الرقمي للحصول على قاعدة بيانات دقيقة للجهاز الإداري، وبالتالي طبعا يتم تدريب وتأهيل الكوادر الإدارية بالجهاز الإداري للدولة. وبالمقابل هناك مشروع آخر بشأن ريادة الأعمال، وهذه المشروعات تصب في الإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية للقطاع الإداري للدولة. نعم، من جانبه مدير إدارة التدريب بالمنظمة العربية للتنمية قدم لكم تفاصيل حول دور المنظمة في تطوير الحوكمة الرشيدة في سوق العمل الليبي. طبعا تخصص صحيفة صدى الاقتصادية المنظمة العربية للتنمية اللي أوضحت صحيفة صدى دور المنظمة في تطوير الحوكمة الرشيدة في سوق العمل الليبي، وتحدث أن هدفهم الرئيسي هو مساعدة الدول العربية في تحقيق خططها التنموية وتحقيق التطوير المؤسسي. هنشوفوا هذا التصريح من خلال هذا الفيديو. هذه المنظمة التي أنشئت عام 1961 ميلاديا بقرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، بهدف رئيسي هو مساعدة الدول العربية في تحقيق خططها التنموية وتحقيق التطوير المؤسسي المنشود. وهذا التطوير يأتي من خلال تطوير مجموعة النظم والإجراءات والهياكل لهذه المؤسسات والوحدات الحكومية، وكذلك تطوير المورد البشري القائم بتنفيذ المهام الموكولة إليه في هذا النظام. ومما لا شك فيه أن المنظمة، والتي تعنى بكثير من الخدمات الإدارية سواء كانت خدمات التدريب أو الاستشارات أو الجوائز أو المؤتمرات والندوات والفعاليات وورش العمل والمكتبة الرقمية، يعني هي كلها أدوات من وسائل وأدوات تحقيق الحوكمة الرشيدة. ونبقى مع صحيفة صدى الاقتصادية. تحصلتم أيضا نسرين على تصريح أيضا من القائم بأعمال السفارة التشادية بليبيا حول مشروع السكك الحديدية بليبيا. بالفعل، تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على تصريح مصور من القائم بأعمال السفارة التشادية بليبيا اللي تحدث أن لا صعوبات أو عوائق في تنفيذ مشروع السكك الحديدية في ليبيا. ومشروع السكك الحديدية طبعا قال أنه هو سيفيد القارية الأفريقية بالكامل. هنشوفوا هذا التصريح من خلال هذا الفيديو. يعني بدعوة كريم من سيد رئيس جهاز السكك الحديدية لدينا لمناقشة يعني مشروع السكك الحديدية الذي يربط بين ليبيا وتشاد والنيجر يعني. والحمد لله يعني لدينا شرح وافي من المهندسين الذين هم قائمين بهذا المشروع، ونتمنى عن شرح من المعوقات منكم واجهتك هذا الشيء؟ لا، نحن ما واجهتنا أي صعوبات في هذا المشروع، يعني إن شاء الله نتمنى أن نفذ هذا المشروع، وهذا يعتبر مشروع إفريقي يعني مش مشروع بليبيا وتشاد والنيجر، يعتبر مشروع للقارة الإفريقية كلها. سفير دولة النيجر لدى ليبيا هو الآخر تحدث عن مخاطبة الدول لإبلاغهم بشأن مشروع السكك الحديدية.
بالفعل تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على تصريح مصور آخر من سفير دولة النيجر لدى ليبيا، اللي تحدث لصحيفة صدى الاقتصادية عن اتفاقهم على مخاطبة الدول لإبلاغهم بشأن الاتفاق على استمرار مشروع السكك الحديدية، وقال إنه تم الاتفاق على تكوين لجنة ما بين الثلاث دول ليبيا وتشاد والنيجر، ودعوة طبعا الخبراء الليبيين إلى زيارة النيجر. حنشوفوا هذا التصريح من خلال هذا الفيديو. Il a été décidé d'informer les autorités des trois pays par rapport à ce qui a été décidé, ce qui a été dit ici. وقد اتفقنا على مراسلة خطاب الدول هنا لإبلاغهم عما تم الاتفاق في هذا الاجتماع. Notamment la mise en place d'un comité tripartite. ومن بين الاتفاق اللي تم هذا في هذا خلال هذا الاجتماع تكوين لجنة مشتركة بين الثلاث دول. Et un voyage des experts qui ont conçu ce projet au niveau de deux autres pays, dont le Niger et le Tchad. كانت هذه جولتنا في صحيفة صدى الاقتصادية. نمر الآن إلى فقرتنا الموالية، الأخبار. آخر الأخبار الاقتصادية ونستهلها بالعناوين. لجنة فنية لتنفيذ ربط السكة الحديدية بين ليبيا تشاد والنيجر. تكليف وحدات عسكرية بحراسة مصفات الزاوية. وأدبيبة يؤكد ارتفاع نسبة قبول طلبات الليبيين للتأشيرة الأوروبية. كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل. تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ الممر الليبي الدولي لتجارة العبور كان محور اجتماع عقد بحضور سفيري كل من النيجر وتشاد، مشروع واعد ستعمل الأطراف الثلاثة على دراسته بعمق. مزيد التفاصيل في التقرير التالي. بحضور كل من سفير النيجر لدى ليبيا إسياد أكتو وسفير تشاد بشير عبود، تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة بين الدول الثلاثة لتنفيذ مشروع تجارة العبور. وكان الاجتماع الذي عقد بمقر جهاز مشروع الطرق الحديدية وترأسه رئيس الجهاز سعيد الكيلاني، تناول التعريف بمشروع الطرق الحديدية ودراسة توصيلها من ليبيا إلى تشاد والنيجر. من جهته أوضح الجهاز أن مشروع سكة الرابط غرب ليبيا بشرقها مروراً بالمدن الساحلية سيكون بخط مزدوج للركاب والبضائع بسرعة تبلغ 250 كيلومتر بالساعة، حيث سيتم ربط خط الجنوب الممتد من الهيشة شمالاً إلى سبها جنوباً بالدول المعنية عبر الممر الليبي الدولي لتجارة العبور. هذا مشروع استراتيجي، مشروع مستقبل لكل الشعب الليبي وكل الأجيال القادمة. هذا مشروع اقتصادي يضاهي النفط في تنفيذه، يخلق فضاءات جديدة لليبيا عبر دول أفريقيا، يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي والصناعي. ومن جهة رحب معالي السفيرين بفكرة الربط معتبرينها مشروع القرن، إذ تم تنفيذها بالشكل المطلوب، مؤكدين أن اللجنة التي سيتم تشكيلها بين الدول الثلاثة ستعمل على دراسة المشروع من كل الجوانب بشكل أعمق من خلال لقاءات فنية مشتركة. مشروع الربط ووفق تقديرات من شأنه أن يساهم بشكل ملحوظ في دعم الاقتصاد الليبي والإفريقي، نظرا لما تتبوأ ليبيا من موقع استراتيجي، بحيث ستكون خط نقل شاغر ومهم يربط سواحل الأبيض المتوسط بالرمال الذهبية وسط أفريقيا. فهل يتجسد هذا المشروع الوطني الواعد على أرض الواقع وتكون ليبيا همزة الوصل بين دول الشمال والجنوب والممر الاستراتيجي مع دول أفريقيا جنوب الصحراء؟ ولمعرفة أكثر تفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف ضيف الحصة الأستاذ حسن محمد قندة، مدير مشروع الهيشة بسبها. أستاذ حسن، مساء الخير وأهلا بك معنا في اقتصاد بلاس. مساء النور، مرحبا بكم، شكرا على المساحة.
نعم، أهلا بك أستاذ. إذا نتحدث عن هذا المشروع الواعد الذي نأمل طبعا أن يرى النور. بداية أستاذ، في إطار الهدف لأن يتجسد هذا المشروع على أرض الواقع، هل ترى أن هناك التسهيلات اللازمة لتجسيد هذا المشروع؟ أتحدث هنا عن الاعتمادات مثلا، عن الإجراءات القانونية، يعني هل هناك تسهيلات اليوم لتنفيذ هذا المشروع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا في هذا المجال نحب ان نوجه الرساله الى حكومه الوحده الوطنيه والجميع المسؤولين في ليبيا باعاده النظر وتسليط الضوء على جهاز الطاقه الحديديه ومنح الميزانيات اللازمه لبدايه المشروع. في هذا المجال اريد ان اوضح ان المشروع جاهز للتخطيط، كل تعتبر جاهزة، المسارات جاهزة، وخاصة خط الجنوب الذي لا يوجد به أي معوقات، هو الممر الدولي المقترح من الجهاز. الحكومة الوحدة الوطنية نحن بإعادة النظر في هذا المشروع، مشروع الواعد، مشروع الممر الدولي، هو الممر الدولي المقترح لسنة 2008 والسلالة، وإمكانية تجارة العبور عبر الجنوب، وتحديد قدرة تنافسية اقتصادية عبر الجنوب بفضل تدريب النفط وفرص عمل هائلة. نعم، يعني أستاذ حسن، برأيك طبعا لديها أثر اقتصادي هام هذا الممر الليبي الدولي لتجارة العبور، فلنتحدث عن أثره على ليبيا بالتحديد، يعني ما هي تفاصيل هذا المشروع وما هي ربما أهدافه بالأساس من الناحية الاقتصادية؟ والله يا أختي، لا يخفى على أحد أن البحر المتوسط يعد من أكبر ازدحاما في السفن التجاريه، و 40% تقريبا من تجاره الاتحاد الافريقي مع اتحاد الاتحاد الاوروبي تمر عبر هذا البحر المتوسط، وحجم الحاويات السنويه اللي يمر عبر البحر المتوسط في اتجاه غرب افريقيا حوالي مليون حاويه تنقل عبر السفن الى مواني غرب افريقيا، وهذا طبعا في مواني جمهورية الكاميرون منها توانا تحديدا، ثم من ثم يتم دخولها الى دولة مغلقة في وسط افريقيا. اذا جينا درنا مقارنة او شفنا خريطة الابداع اين تقع وامتداد المشروع الذي سينطلق من بساطة الى الجميلة وايضا عاصمة تشاهد الى بغداد سبيزر، سنلاحظ الفرق في اختصار حوالي 70% من مسافة هذا المسار. يخفض سرعه زمن النقل، يخفض اسعار النقل، يخفض قيمه الصادر الاوروبيه الى هذه الدول، ويزيد من عمر المنتج الذي سيصل الى المساعد في هذه الدول. المسار الليبي المقترح على الكوريدور الليبي هذا سيكلف الدوله اموال اقتصاديه، سيكلف الدوله اموال، لكن المدود الاقتصادي على مدى سنوات طويله سيكون عظيم جدا، وممكن يكون مصداه النفط او دخل موازي لدخل النفط. نعم، فقط استاذ سؤال اخير بايجاز، ما هي المده الزمنيه المتوقعه لانجاز هذا المشروع؟ والله احنا في هذا الان كنا دايرين عقود لمده 4 سنوات مشروع الشمال، 3 سنوات مشروع الجنوب. لا الان احنا في فتره جمود، ننتظر عوده الشركات الاجنبيه، ننتظر الاذن من الحكومه بتسيير الاموال وبتسيير الميزانيه الثانيه حتى يتم تنفيذ المشروع. نحن نطالب الحكومه باعاده تنفيذ المشروع، وخاصه تحديث العقود لمصلحه تزويد واستثمار مع الشركات الاجنبيه وليس تنفيذ فقط. انا نطالب باستثمار هذا المشروع ليكون الممر الدولي الاهم من الشمال للمدن الاوروبيه الى دول الدول الأفريقية المغلقة في وسط أفريقيا. نعم، واضح، شكرا. هذه عائلة عفوا اقتصاد كبير للدول الليبية والتنمية المستدامة في وسط أفريقيا. نعم.
شكرا لك أستاذ حسن محمد قندة مدير مشروع الهيشة سبها، شكرا على تفاعلك معنا. إذا نمر الآن إلى موضوع آخر في القطاع الكهرباء في ليبيا. نفى المتحدث الرسمي باسم الشركة العامة للكهرباء وئام التايب في تصريحات مساء الأمس نفيا قاطعا ما يتداول بشأن قيام شركة الكهرباء بتنفيذ طرح الأحمال. وأكد التايب أن الأعطال العرضية التي تحدث هذه الأيام ببعض المناطق ناجمة فقط عن ارتفاع درجة الحرارة التي فاقت 40 درجة مئوية وليس لجوء الشركة لطرح الأحمال. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أحييكم جميعا من خلال صفحة الشركة العامة للكهرباء. نحن الآن داخل غرفة التحكم الرئيسية بالشركة العامة للكهرباء لنضعكم في الصورة ونتحدث عن الوضع العام للشبكة الكهربائية، خاصة في ظل الارتفاع الحاصل في درجات الحرارة. طبعا لاحظنا خلال الأيام الماضية وحتى هذا اليوم العديد من الصفحات التي تتحدث عن وجود طرح أحمال وقيام الشركة بطرح الأحمال بعدد من المناطق، وبالتالي نحن نؤكد اليوم ومن داخل غرفة التحكم رفقة المهندسين والزملاء بأن الشركة العامة للكهرباء حتى هذه اللحظة لم تلجأ لعملية طرح الأحمال، ونؤكد بأن هنالك صحيح ربما تكون أعطال عرضية ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة الكبير، يعني زي ما تعلم اليوم درجة الحرارة ربما فاقت 40 درجة مئوية، زيد على ذلك الكثافة السكانية الحاصلة داخل مدينة طرابلس اللي أدت يعني الحقيقة لوجود سحب كبير على بعض المحولات والمحطات، ولكن نؤكد ونمثل جملة وتفصيلة لجوء الشركة لعمليات طرح الأحمال. الحقيقة نستغرب يعني هناك من يسعى للترويج لمسألة طرح الأحمال وكأنما يعني الأمر مفرح لديه. في موضوع آخر، اجتمع النائب العام الصديق السور مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بنقدارة وآمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي صلاح النمروشي وآمر اللواء 52 مشاد محمد بن رجب، وتباحث المجتمعون أفعال الكسب غير المشروع المترتبة عن تهريب المحروقات في المنطقة الغربية وتأثير عامل عدم انتظام أعمال مصفاة الزاوية على تنامي هذه السلوكيات. واتفق المجتمعون على مباشرة الوحدتين العسكريتين مهمة حراسة مصفاة الزاوية والإيفاء بواجب تمكين المواطن من الوصول إلى منتجات المصفاة عبر أدوات التوزيع المعتمدة وإجراء تدبير قفل التي استعملت في نشاط تهريب الوقود. أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ارتفاع نسبة قبول طلبات الليبيين للتأشيرة الأوروبية إلى نحو 75% من الطلبات لدى بعض السفارات، وعزم الحكومة توفير تسهيلات أكثر من إعادة فتح الأجواء، وذلك بمناسبة الرحلة التجريبية من روما إلى طرابلس والتي دشنتها الخطوط الإيطالية بعد انقطاع دام نحو 10 سنوات، وذلك نتيجة فرض الاتحاد الأوروبي حظرا جويا على ليبيا. وحسب صفحة حكومتنا، قال الدبيبة في كلمة صحفية لدى وصوله مطار معتيقا، قال أن رحلة أمس كانت تجريبية وهي بمثابة إعلان عملي لرفع حظر الطيران المدني المفروض على المطارات الليبية في الأجواء الأوروبية. بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم عدنا إلى ليبيا من روما عبر الخطوط الإيطالية بعد غياب دام عشر سنوات، لله الحمد. رحلة اليوم التجريبية هي إعلان عملي لرفع حظر الطيران المدني المفروض على المطارات الليبية. بعون الله ستنطلق الرحلات التجارية للمواطنين عبر الطيران التجاري في شهر سبتمبر إن شاء الله. طبعا ما زال أمامنا حقيقة شغل وهو إلغاء الحظر في المنطقة الأوروبية في منطقة الاتحاد الأوروبي، ولكن لا شك أن ما حققناه اليوم من رفع الحظر سيساعد بشكل كبير في هذا الاتجاه. دائما التأشيرات في ليبيا والسفارات في ليبيا ارتفعت الحقيقة حتى وصلت حوالي 75% من الموافقات على التأشيرات المطلوبة أو المقدمة للطلبات، وهذا نعمل على أساس أن هي نسعوا أن هي يفتحوا السفرات ويفتحوا في التأشيرات بشكل أكبر وبشكل أوسع.
من النادر أن تتشابك علامة تجارية لشركة خاصة مع المناقشات اليومية حول العالم، بحيث تصبح علامتها التجارية والكلمات المرتبطة بها جزءاً من المفردات اليومية في العديد من اللغات. لكن الأغرب أن يعلن مالك مثل هذه العلامة التجارية عن خطط لتدميرها عمداً. في يوم الأحد الفارط أصدر إيلون ماسك مرسوماً يقضي بتغيير اسم العلامة التجارية الشهيرة لتويتر إلى إكس، وتعهد بالتخلص من شعار الطائر الأزرق وكل الكلمات المرتبطة به بما في ذلك كلمة تغريدة. وقضت خطوة ماسك على ما بين 4 مليارات دولار و 20 مليار دولار من حيث القيمة وفقا للمحللين ووكالات العلامات التجارية. من جانبه قال مدير الاتصال بالعلامة التجارية ستيف سوسي: استغرق الأمر أكثر من 15 عاما لكسب هذا القدر من القيمة والانتشار في جميع أنحاء العالم، لذا فإن خسارة تويتر كاسم تجاري يمثل ضربة مالية كبيرة. وأعلن ماسك الذي تراجعت قيمة شركته بشكل كبير بالفعل منذ شرائها مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر عن التغيير ليلة السبت، وبحلول صباح يوم أمس الاثنين بدأ ظهور شعار إكس أسود جديد صممه أحد المعجبين خلال عطلة نهاية الأسبوع عبر الموقع. ويصف المحللون ووكالات العلامات التجارية إعادة تسمية المنتج بالتصرف الخاطئ، وتقدر قيمة علامة تويتر التجارية بحوالي 4 مليارات دولار وفقا لشركة استشارات تقييم العلامة التجارية. وتقدر الشركة علامة فيسبوك التجارية مثلا ب 59 مليار دولار، وإنستغرام ب 47.4 مليار دولار، فيما تقدر جامعة فاندريلت قيمة علامة تويتر التجارية من 15 مليار دولار إلى 20 مليار دولار. العديد من المحللين والوكالات اتفقوا على أن العلامة التجارية للشركة قد تعرضت بالفعل لضربة كبيرة منذ استحواذ ماسك. على سبيل المثال، تقدر شركة براند فينونس أن علامة تويتر التجارية فقدت حوالي 32% من قيمتها منذ العام الماضي. ونظرا لتغير مفهوم علامة تويتر التجارية، فقد هرب المعلنون أو المستشارون، إذ كان المعلنون قلقين بشأن مغازلة ماسك للجدل واحتضان المغردين الذين انتهكوا قواعد المحتوى. قال ماسك إن عائدات الإعلانات على تويتر انخفضت بأكثر من 50% منذ أكتوبر أيضا. فاصل قصير ونواصل معكم اقتصاد بلس. مساء الخير، أهلا بكم من جديد في اقتصاد بلاس. والآن نأخذكم إلى آخر فقرتنا أسواق بلاس، ونأخذكم اليوم لجولة في محل بيع ملابس المحجبات بطرابلس. يلا ناخذكم جولة داخل المحل وتشوفوا موديلات وتشوفوا الأسعار. طبعا عندنا موديلات تركية، جميع أنواع موديلات صادة سيمبل بضاعة تركية كلها. هذه 195 بضاعة تركية عندي، هيكي حتى هي 195 سيمبل عادية، كلها بضاعة تركية. عندي الموديلات الفراشة مع في منها ألوان متوفرة، مقاسات حتى هي بضاعة تركية 240. عندي هيك الأردني، بضاعة الأردنية، هي بضاعة قماش أو خام الله يبارك 240. عندي هيك القفطان توا بضاعة تركية بسم الله ما شاء الله 240. في هيك دبي الوشاح متاعها وقماش أو خياط الله يبارك 225 حتى هي. عندي هيك حتى هي الوان، طبعا اكثرية هنا عندي الواسع فراشة 240 حتى هي بضاعة تركية. عندي دبي هيك في منها مسكرة وفي منها مفتوحة، الوان ومقاسات
200 جنيه التخفيض هذه طبعا التخفيض 200 دينار وعندنا حتى في هيك الشاربه حتى هي الوان مقاسات فيها طبعا في متر متر و40 مقاسات كبيره عندنا الوشاح 35 شيفون كريب شيفون الصادق كلهم عندي الليكرا عندي حتى هو الشيفون 35 45 الوشاح حتى هو يعتبر سعر معقول. وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية عددنا لليوم من اقتصاد بلس، شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، في أمان الله.